ونؤكد حرصنا الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. من أجل ذلك استهدفنا عدد من البرامج الرئيسية تتمثل في مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات، فضلاً عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية. كيف استمع القطاع الخاص لبيان الحكومة؟ يمكن مشاكل القطاع الخاص لا تختلف من حكومة سابقة لحكومة حالية، هي نفس المشاكل. احنا عملنا تقريبا الراوند تيبل دي عدة مرات، فاهمين عارفين أهمية الصناعة، عارفين ان الفترة الجاية يجب ان تكون الصناعة هي قاطرة الاقتصاد، قلنا الكلام ده كثيرا. نعود ونستمع بقى الى ممثلين للقطاع الخاص والصناعيين بشكل اساسي، كيف استمعوا، ماذا يريدون من هذه الحكومة. اعتقد ان احنا ما بقاش عندنا رفاهية الوقت، ما بقاش عندنا رفاهية ان احنا تاني نغلط ونصلح ونغلط ونصلح، خلاص لابد ان ننفذ، والخطط معروفة والحلول معروفة للجميع. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي، استاذ محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، دكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، والاستاذ احمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر. اهلا بكم يا سادة. استاذ بهي، سمعت يعني ايه اللي اهتميت بيه في بيان، ايه اللي جذب انتباهك في بيان دكتور مدبولي النهارده؟ الحقيقه يعني بدايه اولا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه. شكرا. واعتقد ان احنا كلنا اصحاب مصلحه في هذا الوطن. طبعا لما بيحصل شيء ايجابي كلنا بنحيي هذا التوجه، وانا بعتقد ان يعني ما يوجه به رئيس الجمهوريه، وحضرتك قلتي ان هناك قناعه من القياده السياسيه بالصناعه، وهو حق لان هي قاطره تقدم كل الدول. أنا أعتقد أن ما حدث في الفترة الأخيرة وتولي الفريق طبعا كامل الوزير وزارة الصناعة، ده أمر مهم جدا، لأن هذا الرجل جاء طبقا حتى لتوصياتنا كلنا أن يأتي رجل لديه إنجازات ملموسة في قطاع ما، وهو أدى ما عليه طبعا في وما زال طبعا في وزارة النقل وتطوير المواني والطرق، يعني أشياء كثيرة جدا نقدر نقول أنها يعني تجعل هذا الرجل في عندنا نحن كصناع يعني في مقام مهم جدا، خاصة ان الفترة اللي فاتت ما كانش فيه يعني عمل الحقيقة يعني او تواصل مع القطاع الصناعي حتى من الوزارات المعنية بهذا الملف. انا شايف ان هذا الرجل من اليوم الاول دخل التنمية الصناعية، وطبعا خد قرارات تتعلق بالرخص اللي هي مشكلة المشاكل في الصناعة، وعدم ادراك الحكومة للأسف فيما قبل قيمة الوقت. أنا أعتقد ده مهم جدا أن يحصل الصانع على رخصة ويبدأ العمل من اليوم الأول دون انتظار أو دون أن تمنحه التنمية الصناعية رخصة وتأتي جهة أخرى لتغلق المصنع بدعوة أو بأخرى يعني. طيب نسمع كمان رأي دكتور شريف الجبلي، إيه اللي جذب انتباهك في بيان الحكومة النهاردة وحسيت أنه هو ربما يكون مؤشر للتغيير ربما؟ يعني شكرا حضرتك. عشان الصوت بس شوية، بس أقول لحضرتك حاجة، هو طبعا البيان طبعا في حاجات منه كانت موجودة قبل كده، جذب استثمارات حاجات موجودة، دور القطاع الخاص، زيادة دور القطاع الخاص الفترة الجاية، التصدير، يعني الصناعة، الصناعة طبعا، يعني كل دي حاجات كانت موجودة يعني أو تم الحديث عنها كثيرا يعني، فاتمنى المره دي تبقى فيها يعني زي ما زميلي استاذ محمد البهي قال، يعني امبارح مثلا وزير الصناعه الوزير كامل الوزير قعد مع اتحاد الصناعات مع مجلس اداره الاتحاد والغرف الصناعيه ورؤساء الغرف الصناعيه، ودي بادره ممتازه بعد 3 أيام من تولي الوزاره، ما كانتش تحصل قبل كده يعني، واجتمع لجميع اللي كانوا موجودين حوالي كان فوق
حوالي 35 واحد موجودين، قعد 3 4 ساعات يسمع لكل واحد. ودي طبعا حاجه ايجابيه، متوقع انها تعمل طفره في الصناعه الفتره الجايه. ليه؟ لان في حاجات كتير كانت قرارات بيروقراطيه كانت بتعطل كتير حاجات كتير. اعتقد هو هيقدر يشيل هذه القرار، يعني هيتغلب على هذه الصعاب اللي هي يعني يعني احنا عندنا ساعات حاجات صغيره جدا بتعطل حاجات كبيره جدا. ودي موجوده يعني، وكلنا عارفينها واتكلمنا عنها كتير. يجي واحد بقى صاحب قرار وبيقدر ينفذ وبينجز وكده، طبعا دي في صالح الصناعه. لما يسمع للصناعيين كلهم بمختلف تخصصاتهم، دي حاجه جيده جدا ما كانتش موجوده برضو. بالطريقه دي اللي هيقعد مع كل غرفه بعد كده صناعيه زي ما قال، يشوف خططها وايه رؤيتها وعاوزين ينجزوا ايه وكده، دي حاجه برضو جيده جدا. هيقعد مع كل غرفه على حده يناقش بقى بالتفصيل كل صناعه، صناعه المواد البناء، صناعه الكيميائيه، صناعه الادويه، كل الصناعات دي. فطبعا دي بتشجع، بتدي يعني اكيد كان الروح اللي موجوده كانت روح ايجابيه، ودي حاجه كانت مطلوبه الفتره دي. فبيان الوزاره مع وجود بعض الوزراء اللي هم هيتولوا هذه الامور، طبعا زي الوزير كامل الوزير، زي موجود المهندس حسن الخطيب، ده راجل عنده خبره كبيره في يعني في الناحيه الدوليه وفي العالميه في الاستثمارات وفي مؤسسه التمويل الدوليه وكده، برضه ده حاجه ايجابيه كويسه بالنسبه للوضع. هنتكلم بقى على المطالبات بس. استاذ جندي، يعني انت تمثل شركه هاير وهو استثمار اجنبي في مصر، قعدت مع الفريق كامل الوزير، في وزير استثمار جديد، هل فكره استحداث عوده وزاره الاستثمار بعد ما كان اخر سنه ليها 2019، هل بالنسبه لك عوده وزاره الاستثمار دي امر مهم؟ الاول اهلا بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين كلهم. اه طبعا، انا شايف كمان زي ما حضرتك تفضلتي وزي ما ضيوف الكرام تفضلوا، ان الحكومه دي اهم خطوه ان هي عايزه تعمل تغيير على الارض. وجود الفريق كامل الوزير زي ما حضرتك تفضلتوا انه راجل ليه بصمه على الارض، في فوت برنت اتعمل على الارض، فيقدر يطور الصناعه، يحل مشاكل قابلته كتير زي اللي حصلت. يعني القطاع بتاع السكه الحديد كان فيه بيروقراطيه ومحتاج تطوير عنيف، ففي فوت برنت. الحاجة التانية زي ما بقول لحضرتك، موضوع ان احنا الصناعة في مصر محتاجة في خلال 3 سنين تساهم بنسبة 65% من النمو الاقتصادي للبلد. لا هو ما قالش الصناعة، هو قال القطاع الخاص الصناعة. من 60% ل 65% من الاستثمارات. من الاستثمارات. صح. ده مش النمو اللي قال فيه فرق. من حجم الاستثمارات. صح. ده بقى تحقيقه، يعني انا بشوف ده طموح جدا، هل ده ممكن التحقيق؟ ممكن. وفي حاجات صغيرة تتعمل تسرع وتيرة الصناعة، زي مثلا احنا اشتغلنا بموضوع الرخصة الذهبية، اكتيفيشن بتاع الرخصة الذهبية، وهاير كانت اول شركة تحصل على الرخصة الذهبية في مصر. احنا في سنة الا اسبوع قدرنا نطلع انتاج على الارض. في الفرد او الجزء الثاني او النص الثاني، موضوع الكاستم كليرنس او التخليص الجمركي، لو اتعملت حاجه زي الرخصه الذهبيه في التخليص الجمركي تضمن ان احنا في خلال يومين او ثلاثه يحصل كليرنس للمكونات الانتاج، ده هيقلل دوره راس المال اقل حاجه من اسبوعين لثلاثه، اللي احنا بنتكلم فيها 3 شهور او 4 شهور. فتقدر تبقى في عائد على الاستثمار، نقدر ندور راس المال بسرعه جدا. دي حاجة من الحاجات. في حاجات كمان خاصة بالتصدير وكده، زي مثلا الاتفاقية بتاعة اللي هي الأفريكان فري تريد أجريمنت، دي بتضم ال 54 دولة بتوع أفريقيا كلهم. دي لو اتأكتفت، احنا معانا دلوقتي كوميس، دي بتضمن جزء من أفريقيا، دي لو اتأكتفت هنقدر نصدر لكل الدول الأفريقية، واحنا البوابة بتاعة أفريقيا. أنا بتكلم من منطلق شركة صيني، اللي حضرتك عارفة الصين جغرافيا تقع في شرق العالم، فوجودها هنا في مصر ده بوابه لافريقيا كلها نقدر نصدر ونقدر نشتغل. طيب عشان اوصل بال 38، يعني رئيس الوزراء اتكلم على انه عايز قطاعات الصناعه والزراعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توصل ل 38% من الناتج المحلي الاجمالي 26 27، برضه ده رقم طموح جدا، يعني انا بشوفه رقم كبير ضخم جدا. لكن اجي بقى للصناعه، الصناعه بقى عايزه ايه؟ لو بالظبط كده، وانا عارفه ان احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ارض، رخص، ضرائب، بيروقراطية قاتلة بتقتلنا. أستاذ بهي، هو حضرتك أشرتي طبعا تقريبا لكل المعوقات اللي كل الصناع بيتكلموا عليها، لكن طبعا احنا بينقصنا حاجات كتير جدا، زي ما أحمد بيتكلم برضو على موضوع مثلا الإفراج الجمركي أو بعض المسائل. الحقيقة عشان ندي كل واحد حقه، محمد بعيد تلقف يعني توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي في مصر
واول تقريبا يعني منظومتين اتعملوا خاصه بالضرائب والجمارك. لكن في الاخر حياتك يعني كما ذكر انت بتخلصي مثلا حاجه اونلاين وبعدين بتجدي انك لازم تروحي تقفي طابور مثلا في البنك او كده عشان تحصلي على اوراق اخرى في ايام، فبتعطل هذا الانجاز. كان يجب وما زلنا بننتظر ان في تشابك او ترابط بين كل الجهات، والتعميم هنا ان يبقى كله كمبيوترايز. ده فيما يتعلق طبعا بالاجراءات اللي حضرتك قلت عليها والقضاء على البيروقراطيه، لان هو اللي بيحصل ايه؟ التلامس فيزيكالي او البشري بيوجد اولا زي ما انت عارف قدر من الفساد طبعا، وطبعا بيبقى فيه نوع من التحكم او بعض الناس اللي هم تربوا فيه على البيروقراطيه بيحاولوا يعذبوا الناس، ما اعرفش ليه يعني، لكن هم عندهم، هو حاسس كموظف عام عنده سلطه، ان هو عنده سلطه وان هو يمكن يكون حاسس انه بيحمي البلد او بيحمي الدوله اذا يعني صحيح. عايز لا لحسن احتمال انت تكون عايز تعمل حاجه، هو اتربى على كده يعني، هو اتربى على كده وزي ما حضرتك قلتي هو بيخاف جدا زي ما كنا بنقول لقايدي المرتعش، هو مش عايز ياخد قرار عشان ما يتحاسبش، لان هو لو عطل واحد مش هيحصل له حاجه، انما لو وافق له وطلع ان هذه الموافقه حد اعترض عليها ممكن جدا يعتقد انها ممكن تضر. عشان كده انا بقول التعامل عن بعد هيخلق مناخ اخر وتصنيف اخر لمصر في الفتره القادمه، اعتقد ان احنا في حاجه ليه في المرحله اللي جايه دي. الاراضي للصناعة، ودي برضو قضية حيوية على فكرة للصناعة والسياحة. أنا لسه كنت بتكلم مع بعض رجال السياحة فكانوا بيتكلموا على فكرة إنشاء مش مستهدفين 200 ألف فوق غرفة فندقية في كذا، فقالوا طب هنعملها إزاي هو ما فيش أرض، ما بين التنمية الصناعية وبين الهيئة العامة للاستثمارات الصناعة أو تاخدوا الأراضي دي. هو دي طبعا دي المشكله الاساسيه طبعا موضوع الاراضي ده والولايه على الاراضي. على فكره حتى المصنعيه ولايات الاراضي قليله جدا بالنسبه للمجتمعات العمريه بالنسبه للمحافظات. فعندك المحافظات عندها هيئه المجتمعات العمريه عندها، وبعدين هيئه التنميه الصناعيه. المفروض هيئه التنميه الصناعيه تبقى هي الاساس بالنسبه للصناعه، لما تيجي تكلمي بقى الكلام الصح. المفروض هي اللي تبقى عندها الولايه على كل الاراضي الصناعيه. لان هي دي اللي بتدي رخص في الاخر. هي دي المفروض النهارده اي مشكله تبقى عن طريق هيئه التنميه الصناعيه، يعني النهارده محدش يدخل في اي مصنع سواء من البيئه او من دفاع منه اي حاجه الا عن طريق هيئه التنميه الصناعيه، ده المفروض. القانون. انت دلوقتي حضرتك لو رايح تفتح مصنع جديد هتروح لمين؟ حسب قبل بقى ما بعيدا عن فكره الفريق كامل الوزير، هتروح لمين عشان تاخد ارض؟ هتروح يا اما هتروح هيئه التنميه الصناعيه، يا اما هتروح هيئه المجتمعات العمرانيه، يا اما هتروح محافظات في المحافظات بتاعتك. وده ياخد منك ايه بقى؟ حسب انت بقى حسب جهه الولايه. حسب جهه الولايه. ما دي نقطة مشكلة. الحاجة التانية دلوقتي هو قال امبارح الفريق قال ان الارض هديها بالتكلفة بتاعتها بالظبط، تكلفة البنية الأساسية بتاعتها هدي الارض، لان طبعا تكلفة الارض في مصر غالية الصناعية جدا بالنسبة لأي بلد في العالم. فالنهاردة هو قال لا انا هشوف التكلفة وحدي مش هحسب بقى، يعني بحيث في الاخر ما انت لازم ترجعي الصناعة في الاخر. طبعا انا هقول لحضرتك حاجة، انا كنت في المغرب الاسبوع اللي فات، المغرب بتعمل ايه النهاردة؟ ودي بقى مش دايما نقول المغرب وبتاع، بيدي 30% منحه لاي مشروع صناعي. 30% منحه يعني ايه؟ يعني بيدي فلوس بيدي فلوس من البنك؟ لا ترد. فلوس لا ترد من الدوله. من الدوله. من الدوله. والمغرب ليست دوله غنيه. معلش بس هو عشان كده فتح في صناعه جامد. ما كانش عنده صناعه. عنده سيارات. عنده سيارات، عنده قطع غيار طيارات، عنده طيارات. بيصنع قطع غيار طيارات، بس انا دي انا ما كنتش قالوا لي قلت لهم متاكدين، قالوا 30% منحه لاي مشروع. مشروع ب 100 جنيه 30 جنيه هاخدهم من الحكومه بس مقاعد قواعد معينه نشغل مشروع خلال كام سنه والكلام ده كله. مش قادر تقعد بقى يدوا له ارض وتقعد. فدي حاجه. الحاجه اللي المفروض نشتغل عليها في مصر هي حق الانتفاع، لان دي هتوفر كتير جدا في التكلفه الاستثماريه في الصناعه، لان ما ادفع في الارض 6000 جنيه في المتر في بعض 6000. بس حق الانتفاع ده ما بيخليكش تملك الارض يعني، حتى هي دي مشكله يعني، هي عاوزه تشريع، ما تقدرش تاخد لون عليه، عاوزه تشريع، عاوزه تشريع، عاوز الشيء عن مجلس النواب ان عشان البنوك ما بتعترفش بيها ان ده كولاتر او اصل ما تقدرش تاخد عليه قرض، ما تقدرش تاخد عليه قرض، بس لازم يتعمل، لان ده فعلا هيدي طفره، لان هيوفر عليها كتير جدا في التكلفه الاستثماريه. في التكلفه لما اخد مثلا 30 40 الف متر. طبعا تفرق جامد جدا لما اخدهم حق انتفاع 50 سنه او 90 سنه، هتوفر جامد جدا. دي من النقاط اللي لازم برضو نركز عليها، حاجات اللي هي تسرع بالصناعة في المرحلة الجاية. من الحاجات اللي رئيس وزراء قالها بما انه دكتور جبل يتكلم على تجربة المغرب، انه قال مثلا هنربط الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والاجنبي بالانشطة الصناعية المستهدفة ونسبة الصادرات.
انا شخصيا ضد الاعفاءات الضريبيه بصراحه، يعني لانه لا اظن انه يعني ممكن الحوافز الاستثماريه، لكن فكره الاعفاءات الضريبيه يا جماعه ما هي لم تنجح طوال لا الاعفاءات ما بقتش النهارده هي الاساس بالظبط، الا لو في حتت نائيه يعني لو قررت ان انت عايز توطن صناعه في الصعيد مثلا او في محافظات حدوديه ده موجود في قانون الاستثمار فده موجود ما موجود حاليا دي ما فيش فيها مشكله لانك انت عاوز تنمي منطقه نائيه منطقه محتاجه تنميه من اول دي ما فيش مشكله تدي فيها اعفاءات انما عاده لا انت تدي حوافز ثانيه احسن بكتير من الاعفاءات دي يعني النهارده مثلا الصادرات ما بقول لك الصادرات النهارده احنا ضمن بيان رئيس الحكومه عاوزين نزود الصادرات الصادرات طبعا هدف نبيل ان احنا عاوزين فخامه الرئيس قال 100 مليار احنا دلوقتي مترجحين عند 38 مليار حاجه كده 40 مليار 50 مليار جت سنه 22 عشان اسعار 39 مليار بالظبط زادت بالنسبه كده طبيعي زادت فانا النهارده عشان بدي مسانده تصديريه والكلام ده قلنا قبل كده مسانده تصديريه بديها للمصدر ليه عشان يبقى منافس طبعا بديله كده طب المصدر بيعمل ايه بقى؟ المبلغ ده ما بياخدوش ممكن ياخدوا بعد سنه بعد سنتين فما بيعتبروش في التكلفه بتاعته فبالتالي ما بنستفدش منه كدوله هو الهدف منه ايه؟ الهدف السامي بتاعه ان انا ابقى منافس تصديريا ان السلع يبقى سعرها انا واخد مسانده 10% بيبقى حاسب في التكلفه انما طالما عارف ان ممكن اخدها او ممكن ما اخدهاش فما بحسبهاش فدي طرح المسانده التصديريه اذا ما اتصرفتش خلال ثلاث اشهر مالهاش معنى اقول لحضرتك حاجه الحاجه الثانيه في الصناعه المهمه جدا واتكلمنا فيها مع الوزير امبارح موضوع الفايده 30% النهارده مستحيله بس هو دلوقتي عنده سياسه نقديه ان هو يعني يريد ان عايز هتقولي التضخم ما انت لازم تصالح حل وسط بين الاثنين يا عندك تنميه وعاوزه التضخم ما انت برضه لما هتعملي تنميه هتشغلي ناس وبالتالي تزيد الدخول طيب فانت لازم يبقى عندك تعادلي بين حاجتين يعني انما ما فيش صناعه ضريبه الفايده يمكن استاذ جندي طب الفايده اللي هي معقوله للصانع للصناعه لكي يستطيع ان هو يجيب يعني يعمل انا مش معلش انا اسف انا مش شايف موضوع من وجهه نظري الشخصيه موضوع الفايده او قصه زي كده لان احنا بحكم تواجدنا في مصر احنا اف دي اي 100% ولم نكلف الدوله اي اعباء تدبير بلاد دي حاله ايوه انا شايف ان موضوع ان احنا نشتغل على السبلاي تشين بتاعه البلد ده اهم بكتير جدا من دعم الصادرات او الاعفاءات البنوكيه او الضريبيه يعني دلوقتي احنا عندنا صناعه دوله رئيس الوزراء مهتم جدا بصناعه الاجهزه المنزليه عاوز يخلي مصر هب لصناعه الاجهزه المنزليه احنا عندنا اكبر لاعبين في السوق العالمي موجودين في مصر كل الشركات الكبيره سواء شركات اوروبيه شركات كوريه شركات صينيه موجوده في مصر المشكله اللي بتقابلنا مدخلات الانتاج انا اسف بعمل ثلاجه محتاج ارفف محتاج دراج محتاج شريط الباب محتاج الكمبريسور الكمبريسور دي تكنولوجيا محتاجه انفستمنت كبير انا بتكلم على حاجات تقدر مصانع صغيره وشركات صغيره توفرها الشرط ان انا اربطهم مظبوط اديهم برامج تاهيليه يعرفوا يكونكتوا يماتش النيد بتاعه الشركات الانترناشونال محتاج الكواليتي تبقى عامله ازاي الكوست تبقى عامله ازاي ايكونومي في سكيل وبالتالي سعر المنتج في الاخر هيقل احنا كشركه اضطرينا نعمل الصناعات المغذيه جوه مجمع مصانع عملنا حقن بلاستيك عملنا تشكيل معادن عملنا دهانات عشان نقدر نامن مدخلات الانتاج ونقلل التكلفه ده تقريبا بيمثل لنا من 15 ل 20% من التكلفه الاجماليه بتاعه الاستثمار لو احنا اشتغلنا على ده محلي هنشغل ناس وهنشغل مصانع صغيره وهنشغل قدرات انتاجيه ده بعد كده يخلينا نعمل حاجات اكبر ونصنع حاجات اكبر طب انا هرجع للصناعات المغذيه لكن ارجع تاني للفايده أيوة في رايكم 10% ما زادش عن 10% 10% وكتير كمان يعني 8 طبعا كانت المناسبه جدا الايام ما كان في المبادره بس اهم حاجه تقسم صح بين الناس كلها بمعنى ان ما ياخدهاش مجموعه صغيره طب ياخدها بكذا ان ياخدها ان يتم فيها وضع معايير عشان اكبر عدد من المصنعين يستفيد منها مش مجموعه يعني محدده 8% بس انت كده عايز المبادره عايز عوده المبادره هو لانه هو انا تعمل. على ما اوصل لل 8% ولا 10% دي في السياسه النقديه انا ده مش قال يعني المبادره تقريبا يعني اللي هي 100 مليون ب 15% طبعا 100 مليون النهارده 2 مليون دولار ده ما ولا حاجه فالنهارده عايز دكتور شريف هو يعني ايه
أولا المبادرة دي مهمة جدا، ولكن احنا مدركين طبعا اللي حصل. يعني صندوق النقد قال ان البنك المركزي ما يمولش مبادرات، واحنا ما بندخلش في طبعا السياسات العامه. لا هو الحقيقه ان المركزي مش هو اللي لازم يمول المبادره، لا بس هي كان بيمول يعني. صح بس ده غلط، هو المفروض ان البنوك يعني انه غلط مش احنا اللي خدنا القرار. معاك معاك حق، في عندك الموازنه والبنوك هي اللي لازم تمول. بس معلش اشرح وجهه نظري. يعني هو ايه لما كان حد زي ما دكتور شريف قال بياخد ب 8% وفجاه لقى نفسه هياخد ب 34%، هل يستطيع انه يسد على هذا الرقم او يكمل؟ شيء ثاني حضرتك كنت بتتكلم، انت قلت كلام صح لحاله خاصه، لكن الشركات الستارت ابس، الشركات الناشئه خاصه في صناعات زي الدواء مثلا، في عندنا مصانع الدواء واقفه لا تستطيع ان هي يعني اولا تسدد هذه القيمه، لان الدواء كما تعلمي مسعر وهامش الربح فيه ضئيل. صح. فانا رايي الشخصي بمنتهى يعني الوضوح ان يكون بنك التنميه الصناعيه هو المقرض للصناعه، وعندنا قروض بتاتي من الخارج ب1% او اقل او اكثر، تيجي هذه القروض لهذا البنك يحط نسبة أو هامش معين للرسوم ويقرض الصناعة، وده شيء يبقى مشروع ومعلن، ولا أعتقد أن صندوق النقد هيعترض عليه. فكرة برضو كويسة أنك في كثير من القروض بتأتي مثلا بيعيد البنك بتيجي بقى للهيدروجين الأخضر والمش عارفة إيه. أيوة البنك يا فندم بياخدها وبيعيد إقراضها ب30% أو أكتر. يعني احنا بنتكلم هنا على بنك متخصص وهو معني بالصناعه يتولى هو الاقراض. بمناسبه بقى المستلزمات الطبيه، كل المستلزمات الطبيه، انا عارفه ان كان في مشكله في المستلزمات الطبيه. المستلزمات ولا الادويه؟ الادويه والمستلزمات ايضا. الادويه التسعير اخباره ايه؟ انتم متوقعين انه لا لابد انه يتحرك، لان حضرتك اولا اغلب الادويه الموجوده في مصر، ويمكن الدكتور شريف طبعا بحكم ان هو يعني اخ وزير الصحه فهو يمكن عارف اكتر مني. يعني المفروض ان الادويه دي، انا طبعا مستشار غرفه الادويه، يعني احنا عندنا 180 مصنع عانوا على مدى اكتر من سنه ما فيش دولار اتصرف له، وده اللي عمل شورتج قوي جدا في الادويه في السوق المصري. الدواء النهارده كان زمان بيسعر بما يطلق عليه الكوست بلس، يعني بيقول التكلفه زائد هامش ربح. النهارده مين هيمول يعني الفرق ده؟ هل صانع الدواء يمول من جيبه الفرق؟ لان المفروض ان الادويه كلها النهارده بعد ما الدولار وصل لهذه القيمه بقت بتحقق خسائر. في فتره سابقه هؤلاء الناس او صناع الدواء وهم وطنيون ايضا كانوا بيبيعوا ادويه خسرانه، ولكن البورتفوليو كله كان بيحقق هامش ربح لما كان الدولار ب8 او حتى لما وصل 15، وانت بتتكلمي على 50 النهارده، انت بتتكلمي على تكلفه زادت تقريبا 4 أضعاف. فهنا لابد يبقى في رئيس هيئه الدواء هو من القطاع ايضا، وكان رئيس شركه الدواء ويستطيع ان ياخذ القرار، ولكن دائما بنتكلم كما ذكرت في اول كلامي ادراك قيمه الوقت قبل ان تتوقف لأنه المصانع، لانه نتيجه توقف المصانع وعدم توفر الدواء كمان طبعاً. عدم توفر الدواء لا والتهريب اللي بيحصل. انت اولا حضرتك عارفه الدواء الاجنبي او اللي بيجي من الخارج ثمنه ساعات بيبقى 7-8 أضعاف في الدواء المصري. هل المستلزمات الطبيه عندكم حاجات في الموانئ المتاخره؟ هي للاسف كل حاجه هي المستلزمات. لا قصدي في حاجات متاخره في الموانئ ولا خلاص كده؟ لا رئيس الوزراء راح ذهب، وكان طبعا انا كان عندي اعتقد رئيس مصلحه الجمارك بعت لي لسته عشان نكلم المصانع كلهم، ولم تاتي شكوى في يعني الايام الاخيره. بعض الناس طبعا تنزلت عن الرسائل لان بقى عليها غرامات كتيره جدا وبقت تحقق خسائر لو هو افرج عنها فسابها يعني تراكمها. دكتور جبلي، القطاع الاسمده ايضا عانى مشكله في الفتره اللي فاتت نتيجه بقى الغاز وعدم، هل عاد القطاع للاستقرار في الانتاج؟ بدا تدريجا بدا يرجع. ده قطاع الاسمده الازوتيه طبعا نزل فرق في ثلاث انواع اسمده، بنتكلم على الاسمده الازوتيه والاسمده اليوري اساسا يعني اللي هو اكبر اسمده بيستعمل في مصر. طبعا رجع تدريجي، بيرجع تدريجي خصوصا بعد ما ابتدت توصل شحنات الغاز دلوقتي، فهيرجع طبعا يشتغل وهيبتدي طبعا يغطي سوق احتياجات السوق المحلي اولا طبعا، لان في لان الموسم ده يوليو اغسطس ده اكبر موسم لاستعمال الاسمده الازوتيه، يعني اكبر استهلاك في الفتره دي، فلازم يغطي الفتره دي. فالحمد لله ان المصانع ابتدت ترجع تشتغل تاني. تسعير الغاز، تسعير الغاز ده بقى ده قصه لازم تدرس، لان ما اعرفش دلوقتي الغاز حاليا اللي بينتج في مصر بيجي ب4.5 او في الحدود دي يعني 4.5 4.75. الغاز المستورد بيقال انه جه ب 12 دولار المليون وحده حراريه، اللي هو المستورد حاليا اللي هو في الشحنات الاخيره. ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى؟ هل هيعملوا متوسط ما بين السعرين وكده؟ طبعا ده هيبقى على الدوله،
يعني الشحنات او كام شحن دول كلف حوالي $100. صحيح. فهنا دي بقى موضوع لازم يدرس، هل القطاع الخاص يتحمل، هل القطاع الاسمي، لانه في النهايه انت هتحمله على المواطن على المستهلك. اصل القطاع الاسمي ده عنده في التزام عليه لازم يودي 50% من الانتاج في السوق المحلي. في اسمده مدعومه، ادعم هرجع لحضرتك، الخمس اللي عنده 25 فدان وقال بياخد سعر اليوريا ب 4000 جنيه الطن. فده كل اللي عنده اللي هو صغار المزارعين. نعم. الجزء الثاني اللي هو اكتر من 25 فدان ده بيبقى سوق حر بقى، ممكن بالطن ب 7000، ممكن ب 8000، ممكن ب 10000، ممكن ب 12000 حسب بقى ما السوق. والجزء الثاني بيتصدر، هو ال 50% تقريبا او اقل من 50% شويه بيتصدروا. فطبعا هنا الشركات بتعادل ما بين، هو بيستفيد من حته الجزء التصديري وجزء، انما الجزء اللي بيبيعه لل 25 فدان بيخسر فيه، ما بيجيبلوش تكلفته. فدي برضه نقطه تانية، هل هيزود سعر الغاز وهيخلي استماد مدعم ب 4000 جنيه؟ ده برضه احتمال يحرك كمان يعمل تحريك. كل ده بكلم لازم يدرس. طيب معنا على الهاتف دكتور عمرو حسنين من كندا. دكتور عمرو حسنين رئيس مجلس اداره شركه مارس للتصنيف الائتماني. دكتور عمرو، دايما كان عندك تفكير فيما يتعلق بالجهاز الاداري وبالحمايه الموظف العام، وانه الجهاز البيروقراطي قد يكون اكبر معوق لانطلاق الصناعه وانطلاق الاستثمار عموما. في كلمة رئيس الوزراء، هل وجدت أي مؤشرات مختلفة؟ أهلا بيك يا أستاذ غنيس وبضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. الحقيقة يعني رئيس الوزراء في البيان بتاعه نقدر نحط شعارين للكلام بتاعه. أول شعار أنا بقول المواطن أولا، وتاني شعار هو تنفيذ البرامج، التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ. نمسك المواطن أولا، هو اتكلم على البيروقراطيه، اتكلم على صفحه جديده بالظبط كده، هو انا نفتح صفحه جديده بين المواطنين والادارات المحليه والادارات الحكوميه اللي بتقدم خدمات، اتكلم على هموم المواطن، وبعدين اتكلم بجمله صريحه جدا، قال سنواجه بكل حزم اي تجاوز من جانب الجهاز الاداري اثناء اداء الخدمات للمواطنين. فاذا هناك وعي كامل وادراك كامل واحساس كامل بانه فعلا لازم المواطن يستريح ولازم المواطن يلاقي الخدمه. بس طبعا زي ما حضرتك عارفه الجهاز الاداري ده عباره عن ايه؟ هو هناك عقد اجتماعي بين الدوله ممثله في الجهاز الاداري المدني بتاعها وبين المواطن. العقد ده منطقه ايه؟ انه الدوله بتقول للجهاز الاداري بيقول للمواطن يا مواطن انت بتدفع الضرائب بتاعتك، بتدفع الخدمات، بتدفع ثمن الخدمات، وانا قصاد كده بقدم لك الخدمه. فالعقد ده لازم يبقى متوازن ولازم ينفذ. طيب عشان ينفذ لازم طرفي العقد يكونوا مؤهلين وموكلين من اداء مهمتهم. الجهاز الاداري الحقيقه يعني لا، محتاج انه يبقى ممكن ومؤمن ومؤهل لاداء مهمته. ازاي يبقى مؤمن؟ الموظف العام قبل ما احاسبه انا محتاج ان انا امكنه، قبل ما احاسبه، قبل ما يبقى فيه ملاحقات اداريه، قبل ما فيه مساءلات بالنسبه له لازم امكنه. امكنه ازاي؟ يبقى فيه حاجه بتحميه وبتحمي القرار بتاعه، ولازم يبقى متاكد انه طالما انه لم يرتكب عمل مؤسم او ياتي بعمل مؤسم فهو في امن وامان في القرار اللي بياخده. ما فيش حاجه بقى تلاحقه، لا شكاوي كيديه ولا ملاحقات اداريه ولا مساءلات ولا كلام منه. بعد لما نعمل له الكلام ده، وده احنا كنا اتكلمنا قبل كده، انا اذكر لو حضرتك تتذكري من فتره طويله قانون حمايه الموظف العام، بعد لما امنه ومكنه ابتدي بقى احاسبه محاسبه سليمه، ونبتدي نحط الجمله الجميله اللي قالها رئيس الوزراء، سنواجه بكل حزم اي تجاوز. ماشي، بكل حزم ده ازاي؟ معلش يا دكتور عمرو، ما هو انت اصلا يعني هترفده يعني، ولا هل هتعاقب المعوق؟ يعني اللي بيحصل ايه؟ انه المعوق ده لا نستطيع ان نعاقبه، يعني ممكن يفضل مشروع ضخم جدا، وانا عارفه مشاريع ضخمه فضلت في دراج كله خايف يمضي عليها بما فيها وزراء بيبقوا خايفين يمضوا عليها، لان بيجي له المستشار القانوني يقول له ايه؟ بقول لك ايه؟
انا يا عم مش هتحبس زي ما انصبك، واللي قبلك اتحبس، واللي قبلك اتحبس، انا ماليش دعوه. انا حضرتك عايز تحبس اتفضل حضرتك امضي عليه. فكل واحد يخاف وتبتدي سلسله الخوف تسري في الاروقه من اصغر موظف لاكبر موظف عام. فانا هنا يعني اتفضل صح، انا مع حضرتك تماما. احنا بقى هنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشيل تماما السيف بتاع اتحبس دي، عايزين نشيل السيف بقى، السيف المسلط على رفاق. ازاي تفرق بقى بين ان هو بين ان هو يكون فاسد وان هو يكون معوق؟ يعني في اتنين. أيوه، من خلال قانون حمايه الموظف العام. انا بحميه ان اذا حصل وانه ارتكب عمل مؤسم هنروح في السكات، اذا اشتغل وما ارتكبش عمل مؤسم حتى لو اخطا لا طيب. معلهوش عقوبة. طب خليك معايا دكتور عمرو، انا معايا دكتور شريف الجبلي اسالك. وانت نائب في البرلمان هنا بالهات او قبعه النائب دلوقتي، هل يمكن تقديم هذا المشروع؟ انا فاكره ان كان في مشروع بهذا القانون، كان اعتقد الدكتور زياد بهاء الدين او على ما اذكر، لكن قال انا حكومتي مش هينفع او انا مش هنقدر احنا نقدمها لحسن يفتكروا ان احنا عايزين نحمي انفسنا. هل يجب ان يكون هناك مشروع قانون لحمايه الموظف العام؟ وانا هنا بتكلم على اي موظف عام، طالما لم يرتكب مخالفة يعني مخالفة بمعنى عمل مؤثم، عمل المؤثم ان هو مش فاسد يعني. طبعا اكيد المفروض يبقى موجود، يعني لو ما فيش في اي حاجة، لو الحكومة قدمت مشروع زي ده للمجلس وتناقش اكيد هيوافق، يعني هيتوافق عليه، لانه ده جزء من القضاء على البيروقراطية والخوف وكده. يعني مثلا في بلاد مثلا عامله الموظف ايه، عامله له زي مانيوال كده بيشتغل عليه، ما هو الموظف برضه ما تفتحلوش الموضوع اوله واخره، ما يعرفش فين، ما بتديله صلاحيات غير طبيعيه. لا، الموظف ده له 1 2 3 4 5 ده ضمن الاصلاح الاداري، والخمس ست حاجات دي شغلتك، اكتر حاجه مالكش اكتر حاجه من هل ما لازم نبتدي بالحته دي برضه، احط يعني اسلوب للعمل الموظف، حدود لعمل الموظف واضحة. ما يبقاش مفتوح كده، لان دلوقتي الموظف يخش له وعنده حدود غير طبيعيه، ممكن يرد يضيف ويرد في ده ويرد، ففي الاخر يلخبطك ويلخبط اللي معاه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان الموظف الجيد طالما هو كويس ومنتظم، ليه ما يتحطش قانون فعلا يحمي الموظف الجيد؟ يعني دكتور عمرو اتفضل. دي حاجه جيده جدا. اللي احنا بنقوله يا استاذه هو ايه؟ انه الموظف عشان احاسبه لازم الاول اامنه وامكنه، تمام؟ اول بقى ما اعمل القانون ده يبقى الموظف مؤمن وممكن، ابتدي ايه؟ احاسب على عدم الاداء. احنا النظام بتاعنا احنا بنحاسب على الاداء وليس على عدم الاداء. يعني ايه؟ يعني موظف عمل حاجه اتقدمت فيه شكوى، خلاص انت عملت كذا اتقدمت فيك شكوى، تعالى نحاسبك ونسالك وندخلك السجن بتاعه وكلام من ده. لكن عدم الاداء معلوش محاسبه. عدم الاداء اللي هو ايه؟ الموظف اتقدم له ملف، الملف اتركن في الدرج سنه سنتين، ما حدش بيحاسبه على عدم الاداء، مش يقدر يحاسبه على ده، ما ينفعش. نعم شكرا. فاحنا عايزين نحاسب على عدم الاداء زي ما بنحاسب على الاداء، ولكن بعد ان يكون الموظف ممكن ومؤمن. شكرا دكتور عمرو حسنين، رئيس مجلس اداره مارس للتصنيف الائتماني. عايز اسال حضرتك حاجه. طب انت معاك رخصه ذهبيه، أيوة. اللي هو الفاست تراك. يس. كلمني عن المستثمر العادي اللي لا معاه رخصه لا ذهبيه ولا فضيه ولا برونزيه، ماشي كده على باب الله، بدعي واقول يا رب جاي. يعني ما هو هذا، يعني الرخصه الذهبيه دي اكيد سهلت لك حاجات كتير. هي مش سهلت بس، هي خلتنا طبعا. ما انت في سنه طبعًا اشتغلت طبعا، هي ميركل بالظبط. طبعا انا دايما بقول ان هي كانت حلم واتحقق. ليه؟ لان هي حضرتك كل اللي احنا بنتكلم فيه او بنعاني منه هي اختصرته حضرتك. الرخصه الذهبيه دي للمستثمر الاجنبي بس؟ لا خالص، مستثمر اجنبي او محلي بس يحقق شروط معينه، اللي هي مده انتاج، مده المشروع ما تعديش مده معينه، سنه ونص مثلا. فلازم من ساعه ما يستلم الارض لحد ما يطلع انتاج يبقى سنه ونص. لازم المشروع يبقى بيقدم تكنولوجي جديده، حاجه ما يعني هيضيف اضافه للصناعه في مصر. تمام. هل الرخصه الذهبيه دي هي الطريق الوحيد دلوقتي ولا احنا عايزين؟ لا، هو في سؤال اهم. هو ليه مش كلهم ذهبيه بالظبط؟ يعني هي ورقه. انا كنت لسه هقول كده. احنا لازم نوسع. مش هو ده الطريق الطبيعي؟ لازم نوسع موضوع الرخصه الذهبيه، وانا شايف ده اتجاه. يعني انا شايف ان هو ما ياخدش رخصه ذهبيه، انه يكون الطريق هو كذلك. صحيح. يعني هذا هو الطريق الذي يجب ان يكون. طبعا. مش بقى ندي رخصه ذهبيه الا لو كنت مثلا مصدق. طبعا انا شايف ده فتره انتقاليه،
يعني ما هو برضو من ان انا اتنقل من بيروقراطية تامة لحاجات بتاخد وقت طويل او كده، يبقى في فلترنج عن طريق هيئة الاستثمار او وزارة الاستثمار. هو دايما الرئيس برضو يتعلق بالانفورمال سيكتور، يعني هي القضية هنا ايه؟ ان الناس لما بتعاني في الحصول على التراخيص بتؤاثر السلامة وبتشتغل تحت السلم. فانا بعتقد ان ده يعني جاذب جدا، لو تدي الرخصة هتقدري تحصلي على اولا عائد اللي هي الموازنه تقريبا بتمول من الضرايب، طبعا هتجيب الناس دي كلها. طبعا لا، وحضرتك ما عندكش اي نوع من انواع الهلك ولا تروح الهيئه دي ولا الهيئه دي، حضرتك اشتغلت بنيت طلعت انتاج. الوزير كامل قال لك ما تروح اعمل مصانع وبعد كده شوف لك الحاجات الباقيه بقى الدفاع المادي وكده. بعدين روح اعمل مصنع على طول دلوقتي، ما تقعدش تستنى اي واحد عاوز يروح يعمل مصنع. طب ثواني، مش هيجي له بقى حد من الدفاع المدني يقول له اوبا انت فين انت كذا؟ مش هيجي له حد يقول له انت؟ بعد اذنك بس هقول كلمه. اتفضل. اللي انت قلتيه ده واللي ذكر طبعا حتى في التقرير اللي حضرتك قلتيه والمداخله اللي حصلت، هي بتتكلم على نظريه الثواب والعقاب، وده مهم جدا في معامله الموظف. لابد يبقى عندنا المانيوال او الكتالوج. يعني انا النهارده زي ما حضرتك ذكرتي مثلا الدفاع المدني، يبقى انا مطلوب مني خمس حاجات، انا عملت خمس حاجات. انا جهة الولاية الوحيدة اللي بتصدر الرخص هي التنمية الصناعية للمصانع، يبقى انا اتعامل مع هذه الجهة، هم يتعاملوا بينهم وبين بعض يعني صح. يكلموا بعض، لكن ما حدش يجيلي كل يوم معاه ضبطية قضائية عشان يرهب صاحب المصنع طبعا. وكل ما بتتغير لجنة بيجي باشتراطات وحكام الكلام فيه امبارح وقال لك لا مش حدش هيجي في الحاجات دي، انت اشتغل وكده وبعد كده مش هنجيبها، بس في جهة هي المسؤولة منك، احنا مسؤولين من جهه وزاره الصناعه او هيئه التنميه الصناعيه. هو ده اللي كنا هو ده اللي هيعمل هيدي في طفره في الصناعه في المرحله الجايه. خلونا نخرج فاصل قصير ونواصل هذا الحوار مع سادة الضيوف. يعني الدقائق الأخيرة من حوارنا مع السادة، وأعتقد أنه حوار الحقيقة مفيد جدا، أنا شخصيا استفدت منه رغم أن أنا يعني بعقد هذه الندوات كثيرا. ممكن أساطح حضرتك؟ تفضل. يعني أولا حضرتك كلام في الاقتصاد يمكن أحسن من أي حد تاني. أشكرك، أنا بتعلم منكم يا سادزة والله العظيم. يعني جد والله إحنا أنتوا أصدقاء في المقام الأول. أشكرك. نتكلم، عايزة حاجتين، نتكلم على إحلال الواردات والكونسبت، الفكرة نفسها لإحلال الواردات، إيه اللي يجب أن نقوم بإحلاله وإيه اللي يخسرنا لو قمنا بإحلاله. أنا إحلال الواردات فكرة طبعا هدفها نبيل، يعني أنا أقل الاستيراد من أي حاجة بحتاجها طبعا، لكن في نفس الوقت ما هو لازم أنا أحسب يعني إمكانياتي إيه في هذه السلعة. يعني ممكن السلعة دي الصين بتنتجها بمليارات كعدد يعني، وأنا ما أقدرش أنتجها مثلا مليون ولا 2 مليون، فمش ممكن أقدر أنافس. يعني مش هقدر، يعني في حاجات أقدر أعملها وعندي ميزة نسبية فيها وأقدر أشتغل فيها وأكسب فيها وأصدر منها، وفي حاجات صعبة جدا أقدر أعملها. يعني في مجال الأدوية مثلا أو مستحضرات التجميل. هو نفس اللي قاله الدكتور شريف، نفس الموضوع. يعني حضرتك النهاردة الصين مثلا بتنتج خامات دوائية أو الهند، بتبيع للعالم كله وبتنافس أوروبا بالزبط. في عقر دارها في الجينيريك أو الأدوية المثيلية اللي هي انتهت حمايتها من العالم كله. حقيقتك عشان تنتجي خامات النهاردة هتكلفيها 10 أضعاف ما تستورديه من الصين. فهي القضية هنا، انت عندك سوق يتسع لإنتاج الخامات نمرة واحد. نمرة اتنين، استثمارات كبيرة جدا وربط البحث العلمي يعني الدواء كله طبعا بحوث المفروض ان هي بتتكلف من عشرات المليارات، فمين اللي هيصرف عليها؟ ده مهم جدا ان احنا نفكر فيه لو الدولة مهتمة. واعتقد الدولة مهتمة، الرئيس افتتح مدينة الدواء وهي بتخطط لانها تنتج خامات، ولكن هذا الامر قد يستغرق بعض الوقت. الخارطه الصناعيه بقى، عشان احنا ما نقدرش نصنع كل حاجه، لازم يكون عندنا خارطه واضحه ونقول لهذه الصناعات هي اللي هتاخد حوافز، هذه الصناعات اللي هنجهز لها الارض، هذه الصناعات اللي هنهتم بيها. يعني انتوا بتعملوا اجهزه منزليه وتكييفات وكده، ده جزء مهم، لكن ايه تاني في رايك استاذ؟ انا شايف بس يعني تكمله للموضوع، هما نقطتين عندنا، خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل. خطه القصيره الاجل نشتغل على الحاجات اللي غيرنا بيعرف يعملها بسهوله، مدخلات انتاج سهله، حاجات تعلي نسبه المكون المحلي، تقلل تكلفه المنتج، نشتغل عليه. الجزء الثاني اللي الاساتذه اتفضلوا وقالوه ده حاجه لونج تيرم، نمسك كل حاجه من دي زي ما حضرتك كنت بتقولي الكمبريسور فور اكزامبل، ناخد الكمبريسور اللي هيقدر يوطن صناعه او يعمل مصنع هنا، ادي له حوافز اضافيه لانه هينقل تكنولوجيا مش موجوده قبل كده، دي هتاخد وقت. الناحيه الثانيه التدريب الفني، احنا هنعمل مصانع و محتاجين كوادر تدور المصانع دي،
فدي نقطة كمان مهمة جدا، وتقدر الشركات تعمل فيها مساهمة مجتمعية، كل شركة تعمل مركز تدريبي صغير تاخد الأوائل بتوعه وتورد الباقيين للسوق، المدارس الفنية اللي موجودة دي أو للمنافس حتى. المهم إن احنا نسري الصناعة زي ما قلت لحضرتك، مدخلات الانتاج اشتغل عليها، نقدر نتواصل مع بعض، حد بيقدر يعمل حاجة اديها للمصنع التاني بسعر التكلفة، وبالتالي نقدر نطلع الصناعة. نعم. دكتور بسرعة. جبلي بالنسبة لنا احنا، انا شايف ان انا لازم نركز على ما يسمى زيادة المكون المحلي في الصناعة بتاعتي، ده اساس في الصناعة بتاعتي في مصر. ايه اكبر قدر من مكون محلي؟ ده هيحمي الصناعة بتاعتي، هيحميني ان انا هبقى منافس، هقدر انتج سرعه كويسه وهقدر اصدر. يعني ده لازم اشتغل على هذا. وانا في الصناعه بتاعتنا بقى الكيماويه، خلينا مثلا ناخدها كمثال، لان من اهم الصناعات الموجوده في مصر حاليا، هي اكبر صناعه بتصدر تقريبا مصر النهارده. عندي خامات كتير جدا النهارده في المعادن التعدينيه دي، ليها في جزء منها بيتصدر، لازم يقف ويتحول لقيمه مضافه بسهوله جدا النهارده. يعني عندي كثير من المعادن اللي موجوده، عندي خامات كتير بدل ما نصدره رو، بدل ما نصدره خام، احوله ايه قمه مضافه على طول، وبيخلق فرص عمل كثيره للصناعات الصغيره المتوسطه. دول كتير بتقوم على الصناعات الصغيره المتوسطه، لازم اهتم. فدي لازم انا اركز على الحته دي، يعني احلال واردات، لا انا اركز على زياده مكون محلي، صناعه قائمه على مكون محلي مصري لا يقل عن 50 ل 60%. استاذ بهي، اول كلمه اخيره بقى. كلمة أخيرة، هيك فكرتيني، احنا انا طبعا بصفة اخرى انا رئيس مجلس اعمال اغادير، وانا في المغرب كانوا لسه هينشئوا صناعة السيارات او هيستدعوها من اوروبا لاقامة المصانع عندهم، فكنت بتعجب وانا بكلم الوزير التجارة هناك، بقول له يعني انتم ما عندكوش باع، احنا قبليكم عشرات السنين في هذه الصناعة وما كملناش. قال لي انا لو ما كانش عندي بس مكون في هذه الصناعة سوى اجر العامل هذا يكفيني. اللي حصل بعد كده وكلنا طبعا لاحظنا ده، السنه اللي فاتت هم صدروا بحوالي 13 مليار دولار. نعم. استهدفوا 40 مليار. هذه الصناعه جذبت كل الصناعات، السبلايرز ده حضرتك قلت كلهم توطنوا في المغرب النهارده، واصبح العائد قوي جدا على الاقتصاد المغربي من هذه الصناعه. أنا بشكركم شكرا جزيلا على هذه الجلسة المفيدة جدا، أتمنى أنه أكيد الحكومة بتسمع للقطاع الخاص ولرجال وللقائمين على الصناعة، متفائلين أن الفريق كامل وزير يعني سيكون متفائلين جدا، وأنا سعيدة أن ده رد فعلكم الحقيقة، وبيان الحكومة النهاردة مرة أخرى هو يعني تعهدات مهمة، ومرة أخرى ومستمرة هذه الحكومة أمام اختبار صعب أمام الناس وأمام البرلمان، فعليها أن تفي بتعهداتها للناس. بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل بكرة بإذن الله. هذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.